مرض الشهرة أنا بسميه. يعني أنا فعليا اللي بيعرفني من قبل الإعلام وبعد الإعلام، قبل إم بي سي وبعد إم بي سي، ومراحل الانتقالية بحياتي العربية نعم. والإم بي سي، شخصيتي ما اختلفت. يمكن انصقلت شخصيتي، والشهرة يمكن أكسبتني امتداد وانتشار، وبلشت ألمس يعني حب الناس فعلا لشخصي نعم. وقربهم مني. الشهرة مثل أي شخص يعني إلها إيجابيات وإلها سلبيات. مش حاجة أقول لك إن أنا بطلع وبتخفى وبتخبى، لا، إنه أوقات ما بحب الناس يعرفوني في الشارع أو في مكان معين، لسبب إنه بتكوني مثلا عندك مشكلة نفسية، مكتئبة، ما فيك جلادة إنك تضحكي وتمزحي وتكوني مع الناس مثل ما هم حابين يشوفوكي، فبتكون عندك هم. بس فعليا الشهرة ما غيرت مني كتير وما أخذت مني كتير، الحمد لله، لأني لأنك حافظت متوازنة في بالضبط. الأمور. والحمد لله الشهرة اللي أنا فيها هي شهرة إيجابية وليست سلبية، وهذا الشيء نعم. بفتخر طب فيه تعالي يعني. ناخذ اتصال، ايش رأيك؟ قلت لي في كبسة يلا خضراء، لحظة في شو كبسة. أكبسون يعني. هاي، يلا ايه أوكي، اكبسي يلا هون خلينا نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، خذي الاتصال. مساء الخير. مساء الخير اختي خديجة. أنا مش خديجة، أنا علا. هلا وغلا والله. هلا فيك، أهلين يا هلا. كيف الحال؟ تمام الحمد لله. نور الإذاعة اليوم والله. الله تسلم، نور بوجودكم. باسمي وباسم جروب حبايب كلهم أحييكي بإذنها، يعني ما أحب أقول لك إن شاء الله تزورينا في المنتدى. إن شاء الله، أكيد هذا شرف لي. تسلم. طبعا صديق الإذاعة أحمد المانا أحب أعرفك عليه، ما شاء الله من أصدقاء الإذاعة المتواصلين معنا، وفي جروب لبرنامج حبايب، جروب حبايب اسمه. أنا مشتركة بجروبك خديجة الوعل على الفيسبوك، أي ثينك، صح؟ بيجيني رسائل دائما تقريبا نفس الشيء، صحيح أحمد؟ ايوه ايوه على الفيسبوك. اوكي، ايوه موجود برضه صالح الحربي وشوق الرياض. ايوه صالح الحربي، ايوه هو بعث لنا رساله. فخلوا بالكم على علا فارس، اتوصل فيها اسمه فيها كثير يعني. ان شاء الله باذن الله. تسلم. مشكور، مشكور يا احمد. الله يسعدك اختي خديجه. شكرا لكم، شكرا لاحمد المانع، اهلا بالاتصال. يلا مع السلامه. نسلم. ناخذ اتصال ثاني، تفضل. بس شو مره ثانيه تقدر؟ خلاص. يا الله. ايوه اهلين، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. احنا على الهواء؟ ايوه على الهواء، تفضل. مساء الخير. يا مساء الورد. شو اخبارك اخت علا؟ تمام الحمد لله. اخباركم طيبين؟ طيبين الحمد لله. رذاذ الحب معك. مين؟ رذاذ الحب. رذاذ الحب، شو هالاسم خطير هذا. اسمك خطير يعني، حلو ورائع. تسلمين ان شاء الله، من ذوقك. تسلم. الله يرضى عليك ان شاء الله. اتفضل رذاذ الحب، يا هلا وسهلا فيك. هلا فيك خديجه، شلونك؟ شو اخبارك انت؟ حسيتك انك متصل على تليفون البيت يا رذاذ الحب. لا مو كذا، بس انا المشكله انه قاعدين هنا نبغى نواجه واحد ومتلخبطين في الخط، وخليها على ربك بس صارت اللخبطه هذه. لا خلي بالك من الخط، تفضل تحب تجهز سؤالك لعلا؟ ابدا.